كنا نعاني معاناة شديدة إنه ما في نقطة طبية أو مستوصف أو دكتور، كنا نحتاج دواء ننزل على باريشة، أوقات في أدوية بالأخص لأن هذا المخيم مخيم معاقين كله ذو احتياجات خاصة. يعني أنا كنت أروح لقاح لجيب أدوية ضد الاختلاج أو هيك لأبني، وكنا نعاني منها كتير لبين ما اجت النقطة الطبية وتكونت وصار في تسيير عمل كتير كويس. عم يداوم كل النهار هو، يعني استقبال حالات كتير كويسة، يعني ما ضل واحد، لأن أكتر العالم هون في أرامل وفي أش اسمه ما في حدا يجيب لهم دواء من برا. هلأ صرنا نلاقي في تسيير للأمور كتير والأدوية موجودة. النقطة الطبية طبعا أنشئت في مخيم باريشة تحت إشراف فريق ملهم التطوعي. المخيم بيضم أكثر من 500 عائلة وأغلبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقعدين ما بيحسنوا طبعا يجوا على النقطة الطبية. قبل ما نجي النقطة الطبية كانت فارغة، ما في كان نقطة طبية، كانوا يتعذبوا كتير يروحوا على سرمدة نقل وجور سيارات وإلى آخره، فكان المراجع كتير كان يتعذب في هالشالي هاي. بعد ما أجينا صار في سهولة كتير، يعني فريق ملهم مشكور كتير، عم يقدم الأدوية، عم يأمن الأدوية للمستوصف. نحن بدورنا عم نقوم في المعاينة الطبية للمراجع وعم نعطيه الأدوية اللي بيحتاجها حسب مرضه، زائد أنه ذوي الاحتياجات الخاصة هاد ما فيهم يجوا على النقطة الطبية، عم نروح نحن اللي عندهم على البيت منخدمهم. النقطة الطبية عم تخدم معدل وسطي 100 مراجع كل يوم. طبعا في معنى من المية يعني أكثر رقم أجانا 131 مراجع، وأقل رقم 75 مراجع. النقطة الطبية عم تخدم المخيمات المحيطة في النقطة الطبية. في كتير مخيمات محيطة في المخيم تبعنا ما فيها نقاط طبية، يعني كل شيء نازح صار فيها المنطقة عم يستفاد من النقطة الطبية.